ما موقف الكنيسة من التعاليم الغريبة المثارة حاليا على السوشيال ميديا؟ عايز أقول لك السوشيال ميديا هايج وناس مهيجة، وما يتكلمون فيه ثابت جوه الكنيسة مئات وقرون في تاريخ الكنيسة. فيش حاجة جديدة، فيش حاجة جديدة، ولا هنخترع عقيدة جديدة ولا أي حاجة. إيماننا وعقيدتنا ولاهوتنا ثابت جوه الكنيسة، والحقيقة موجودة، والناس عمالة بس تعمل لغو كده. وقانون الإيمان هو اللي بيحكم كل شيء. وبنعمة المسيح يبقى فيه فرصة أن أنا أشرح قانون الإيمان من خلال عقائدنا في المستقبل إذا أراد ربنا وعشنا.